قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني السيد فاروق يوسف المؤيد بالتوقيع على اتفاقية للإشراف على تنفيذ مركز التصلب اللويحي في مجمع المحرق الطبي بحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح. وبموجب الاتفاقية ستقوم وزارة الأشغال بالإشراف على تنفيذ مشروع مركز التصلب اللويحي الذي كان قد تبرع بتمويله بنك البحرين الوطني لصالح وزارة الصحة بكلفة تقارب 1,700,000 دينار ضمن المخطط العام الذي تم وضعه للمجمع الطبي بالمحافظة محافظة المحرق للارتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة. ويضم المجمع بالإضافة لمركز التصلب اللويحي مركز العناية للإقامة الطويلة بسعة 100 سرير بالإضافة إلى مستشفى للولادة بسعة 85 سرير ومركز لرعاية المسنين. هذا وعلى هامش توقيع الاتفاقية تمت الإشارة إلى أهمية مركز التصلب اللويحي في ظل التزايد الملحوظ في عدد المصابين بالمرض في منطقة الخليج ابتداء من تسعينيات القرن الماضي حسب الإحصائيات وجود نحو 400 حالة منذ التسعينيات. ويعتبر المركز المزمع إنشاؤه في المحرق الثاني من نوعه على مستوى المنطقة. تم اليوم التوقيع على اتفاقية الإشراف على بناء هذا المركز بين وزارة الأشغال وبنك البحرين الوطني، حيث ستقوم الوزارة بموجب هذه الاتفاقية بالإشراف على أعمال التصاميم والإنشاء. المركز سوف يكون على مساحة بناء حوالي 800 متر مربع، ومدة الإنشاء سوف تستمر حتى منتصف عام 2020. جزء من خدمة المجتمع لبنك البحرين الوطني يقوم بتخصيص 5% من أرباح السنوية للمشاريع اللي تخدم المجتمع، وهذه أصلا مشروع صحي حق اللي مصابين بالام اس. مشروع يمثل أهمية كبيرة، وهذا الأول من نوعه في مملكة البحرين يكون عندنا مثل هذا المركز أو المستشفى، وخاصة اهتمام من سمو رئيس الوزراء بكافة أنواع الأمراض اللي موجودة، وهذا المرض بدأت أن الأعداد تتزايد، فيتطلب الأمر أن وجود مستشفى متخصص لهؤلاء المرضى، ونأمل أن يقدم كل الخدمات التي يحتاجونها بالإضافة مع تعاون كل المستشفيات الأخرى.